مساء السعادة والجمال على مشاهدي الصحة والجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مفاتيح السعادة. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة حلقة جديدة ومختلفة ومتميزة، وجايبة لكم فقرات متنوعة إن شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبدأ فقراتنا، حابة أن أنا أقول كل عام وكل مرأة قوية وبخير يا رب العالمين. ده بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كان الأمس يوم الاثنين 8 مارس. كل عام وإنت طيبة، كل عام وإنت قوية، كل عام وإنت حمولة ومطمئنة. فإذا ملتي بتقومي وتقدري، ولو قمتي ما بتمليش لحاجة. فأنت قوية بنفسك، أنت قوية بإمكانياتك وقدراتك، ودي رسالة السعادة النهاردة. فهي رسالة خاصة بك أنت، خاصة بالمرأة المصرية، بالمرأة المثالية، بالأم المثالية الجميلة الطموحة القوية، وبالسيدات الطيبات الطاهرات المكافحات الأقوياء. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم طيبين، وحفظكم الله جميعا بكل خير. مشاهدينا، هنتنقل لأول موضوعنا النهارده، وأول فقرة معانا هنتكلم فيها عن متلازمة السعادة اللي بنسميهم ملائكة الله على الأرض، هم متلازمة داون. وده هنتكلم فيه باستفاضة أكتر، وهنعرف متلازمة داون هل الأطفال دول بيعانوا من إيه، وإيه الأعراض، إزاي أعرف وأحكم على الطفل إن هو متلازمة داون، وإيه هي الأسباب، وإيه هي طرق العلاج، وإزاي أتعامل معاه. كل الأسئلة دي هنعرفها مع ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني، الدكتورة المتميزة جدا، هي الدكتورة ياسمين عبد الله، ماجستير الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك، منوراني في مفاتيح السعادة. ربنا يخليكي. في البداية كده احنا هنتكلم عن متلازمة داون، فعايزين نعرف ايه هو طفل متلازمة داون، او يعني ايه متلازمة داون. تمام. طيب خلينا قبل ما نتكلم من الاول نقول يعني ايه داون، وكلام كتير بصراحة اللي انا متشوقة اللي انا اتكلم فيه. خلينا نكون عارفين حاجة مهمة هتوضح الكلام اكتر. الخلايا الموجودة في جسم الانسان كل خلية بيكون موجود فيها 46 كروموزوم. تمام. تمام. في حالة متلازمة داون بقى بيحصل ايه؟ متوازن داون بيكون في زيادة، بيكون نتيجة وجود كروموسوم زائد بيؤدي لظهور متلازمة داون. صحيح. فالإكسترا كروموسوم ده، النوع ده تقريبا اللي هو النوع اللي فيه الإكسترا كروموسوم، بيكون يعني بيكون الأكثر شيوعا. يعني تقريبا بيحدث بنسبة 95%. يعني نسبة كبيرة جدا. ولذلك منظمة الصحة العالمية عملت حاجة لطيفة جدا في الموضوع ده، اللي هم بيحتفلوا باليوم العالمي لمتلازمة داون يوم 21 مارس. 21 مارس ده اللي يوم 21 بيكون 21 تحديدا، اللي هو بيكون الخلل زي ما احنا قلنا في الكروموسوم 21. اللي هو مارس اللي هو شهر 3، 3 ده جاي في اللي هو نتيجة الثلاث نسخ من الكروموسوم اللي هو الكروموسوم الزائد. فلذلك بيحتفلوا بيوم 21 مارس اللي هو باليوم العالمي لمتلازمة داون، اللي هو يوم عيد الام برضو. تمام. تمام مظبوط. طبعا زي ما قلنا النوع ده هو الاكثر شيوعا او الاكثر انتشارا وراء متلازمه داون. في انواع تانية بتكون اقل انتشارا شويه. النوع الثاني اللي هو ترانسلوكيشن، اللي هو بيكون في العدد 46 تمام، بس جزء من الكروموسوم 21 بينتقل لكروموسوم اخر. تمام. ده بيكون اقل شيوعا شويه، وبيكون ممكن بنشك اللي هو ممكن يكون وراثي اكتر. تمام. في نوع اخر اللي هو النوع الموزايك، اللي هو جزء من الخلايا بتكون 46 والجزء الاخر بيكون 47. تمام. 46 46، وفي انواع تانية بتكون يعني هو شامل الاثنين، في جزء بيكون 46 وفي خلايا بتكون 47. يعني اللي هو خلايا 46 دي، ده ما يتعرفش ان هو طفل، ما يتوقعش منه ان هو طفل ده. هو بيكون موجود معاه خلايا 47 تانية. تمام. هما كان في دراسات قديمه بيقول النوع ده بيكون يعني اقل شويه، او بيكون يعني مش زي الكومبليتلي داون، بس في الدراسات والابحاث اتعملت طلع من الاثنين واحد، يعني ما فيش فرق بين الاثنين. جميل. تمام. طيب احنا عايزين نعرف ايه اصلا سبب حدوث هذه المتلازمه. يعني في يقال انه المتلازمه داون مرتبطه بسن الام. طيب. يعني لو سن الام طيب. مثلا سنها كبير، هل بتتوقع ان هي ما تيجي تولد هتولد طفل عنده متلازمه داون؟ طيب. ولا ده مش شرط؟ تمام. خلينا نقول ان في دراسات ونظريات كتيره اتكلمت عن اسباب متلازمه داون، لكن لقوا اللي هو في زي ما قلنا النوع اللي فيه الكروموزوم الزياده، لقوا ان النوع ده بيكون اكثر انتشارا، وخصوصا مع الامهات اللي بيكون سنهم اكثر من 35 سنه. يعني مثلا في سن 35 سنه بيلاقوا اللي من في طفل داون من كل 350 طفل. في سن مثلا 40 سنه بيكون طفل داون من كل 100 طفل. في سن 41 سنه طفل داون من كل 80 طفل. فلذلك يعني كل ما السن بيعلى كل ما الريسك بيزيد.
فهي ممكن تكون مرتبطه فعلا زي ما قلنا في النوع اللي هو الاكثر انتشارا، مرتبطه اكثر بسن الام فعلا. طب هل في اسباب تانية تؤدي لحدوث او ولاده طفل متلازمة داون؟ زي ما قلنا اللي هو النوع الاكثر انتشارا اللي احنا اتكلمنا عنه بيكون نتيجه اللي هو في اكسترا كروموزوم اللي احنا اتكلمنا عنه النوع الاول اللي هو بيكون بنسبه 95%، وفي انواع تانية بيكون اقل انتشارا شويه اللي هو زي ما قلنا ترانسليكيشن، وزي ما قلنا اللي هو النوع الموزايك. جميل جدا. طيب هو احنا فعلا ينفع الام وهي حامل لسه والبيبي في بطنها ينفع انها تكتشف ده وتشوف وتعرف ان طفلها متلازمه داون ولا لا؟ تمام. طب خلينا نتكلم نرجع للنوع الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو النوع ترانسلوكيشن. تمام. ده النوع ده بيقول اللي هو ممكن يكون وراثي شويه. فممكن الام حتى من قبل ما تبقى حامل ممكن ليها بنعمل لها سحب عينه دم وبتعمل اختبارات، بتكون اختبارات جينيه بتحدد فيها اذا كان ممكن يحصل انقسام خاطئ للكروموزوم او لا. وممكن حتى والام في فتره الحمل مثلا اللي هي الدكتور لو مثلا لو عنده اويرنس بالموضوع ده شويه بيكون فيه زي مثلا زي اندوكيشن او مؤشرات بتظهر على الجنين بتبقى بالنسبه له ممكن يشك للطفل ده ممكن يكون فعلا متلازمة داون. فبالتالي طب احنا هنتاكد اكتر ازاي؟ بنعمل مثلا سحب السائل الامينيوس اللي موجود حول الجنين وبيتم تحليله وبنتاكد الطفل بيكون متلازمة داون او لا. تمام. طيب يعني الاكتشاف المبكر مهم جدا جدا جدا، يعني طبعا بيتيح ليا فرصه التدخل المبكر بعد كده، وده احنا هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله. يعني الام انها ما تهملش في نفسها انها طبعا لازم نكون عارفين من الاول. تمام. طيب احنا عايزين نعرف ايه الصفات الجسميه لطفل الداون. تمام. طبعا المتلازمه دي طبعا يعني من الميزه اللي فيها اللي هي بيبقى ليها صفات جسميه ظاهره جدا على الجنين من اول ما يتولد حتى. زي مثلا ممكن تلاقي لو هنتكلم مثلا اللي بيكون قصير بيكون الراس بتاعته بتكون صغيره. مثلا لو بتشوفي الطفل العادي بتلاقي الراس بتاعته بتبقى كيرفت شويه، انما الطفل الداون بتكون راسه مسطحه شويه. تمام. بيكون عنده العين بتكون مسحوبه شويه وفي زي زوائد في ركن العين. ممكن بتلاقي الانف صغيره، الاذن بتكون صغيره وبتكون يعني في سحبه لتحت شويه عن المعدل المفروض يعني المستوى اللي هي المفروض تكون موجوده فيه. الفم بيكون طبعا صغير، بيكون في تجويف الفم بيكون صغير، ولذلك بتلاقي اللي هو التانج بتاعه بيكون طالع لبره شويه. بيكون طبعا الاسنان برده بتكون كبيره شويه. ممكن تلاقي في اعراض ثانيه برده ممكن تظهر اللي هو بتلاقي ايده ورجله صغيرين. في اللي هي اللاينز اللي موجوده في ايدينا دي، احنا مثلا وليكن عندنا في خطين مثلا هو بيكون عنده خط واحد طويل. ممكن برضو بتظهر في رجله حاجه بيكون ظاهره جدا اللي هو بين الصابع الاول وبين الصابع الثاني يبقى في زي جاب كده او فجوه في مساحه بين الاثنين. فدي بيكون اهم الصفات الجسميه اللي ممكن تظهر على الطفل وتعرفني حتى من وقت يعني من وقت ما الطفل يتولد بتظهر بتكون يعني معروفه بتكون جدا. بشكل مبكر يعني لو هو بيبي في عمر بيبي بيبقى واضح على السمات من الوجه بعد ما يتولد على طول يعني. الدكتور وهو خلاص الطفل خلاص اتولد اول ما يتولد بنعرف بتبان على الصفات الجسميه بتاعته. طيب هل لما بيكبر طبعا بيكون عنده مشاكل بيعاني من مشاكل في السمنه صح؟ طيب مشاكل هو صحية؟ هو بيكون عندهم يعني بيكون عندهم قابلية أكتر لنقص هرمون إفراز هرمون الغدة الدرقية، فطبعا ده بيسبب السمنة، ولذلك بيكون في دايت كنترول على أطفال متلازمة داون. اكيد طيب. الام بتعاني طيب. في الموضوع ده واخصائي كمان صحيه بيكون في مشاكل صحيه يعني مثلا بيكون عنده بيكون في ميه بيضاء او ميه زرقاء او بيكون في انسداد في القنوات الدمعيه. بيكون عنده مثلا مشاكل في الاذن او في التهابات خلف الطبله. بيكون عنده طبعا مشاكل في اللثه وكلام من ده. بيكون المناعه بتاعتهم برده قليله شويه فبتؤدي لحدوث التهابات كتير جدا. ممكن برضو من المشاكل الصحيه اللي ممكن تظهر زي ما قلنا نقص افراز هرمون الغده الدرقيه، وطبعا زي ما قلتي حضرتك بيكون عندهم سمنه. طبعا بنسبه كبيره جدا او بنسبه 20-30% بيكون عندهم مشاكل في القلب، طبعا دي بنسبه الثلث منهم بيكون عندهم مشاكل في القلب. طبعا دي بتحتاج يعني المفروض الطفل اول ما يتولد وعرف اللي هو داون المفروض ان انا بعمل له ايكو على القلب عشان اتاكد اذا كان في ثقب هتحتاج لجانب جراحي هحتاج ايه يطمن الاول. فالموضوع القلب عندهم منتشر شويه يعني زي ما قلت لك بنسبه 20-30% فدي نسبه كبيره جدا. طبعا كمان بيكون عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، انسداد في الاثنى عشر، في فتحه الشرج وهكذا. طيب دلوقتي الام تمام ولدت الطفل تمام والطفل اكتشفت ان هو عنده متلازمه داون. طيب. ايه الخطوات والاجراءات اللي المفروض انها تتخذها علشان يعني احنا طبعا عارفين ان التدخل المبكر مهم جدا في كل الاعقاد بيفرق جدا وبيحسن من مستوى فاحنا ايه الاجراءات والخطوات اللي المفروض الام تعملها مع ابنها؟ طيب هو الميزه في متلازمه داون عن باقي الاعقات اللي هو بيسهل اكتشافه في سن مبكر زي ما احنا قلنا يعني هو ممكن الام تكتشفه لو كان زي ترانسليكيشن مثلا ممكن يكون قبل الحمل ممكن
بيكون اثناء الحمل وهكذا. وطبعا يعني خلاص بنسبه 100% بيظهر بعد الولاده على طول. طيب البيبيده اللي هو بقى خلاص اللي هو بيحصل اكتشافه في سن مبكر، فده بيتيح ليا فرصه التداخل المبكر اللي يخليني يعني اتعامل مع الطفل اكتر، او يخليني مثلا ان انا اتغلب على نقاط الضعف بتاعته. فلذلك انا يعني بيكون بالنسبه لي مهم اكتر يعني وقت الام بتعرف للطفل بتاعها داون، اللي هي المفروض في الوقت ده ان احنا ندخل بجانب سيكولوجي شويه عن الام على الام، لان في بعض الاهالي بيكون يعني مثلا بيمروا بمرحلتين، مثلا المرحله الاولى اللي هي مرحله الصدمه اللي ازاي الطفل داون، بتبقى في مرحله الصدمه الاول وإحباط. بيروحوا بعد كده مرحله بقى بتقسم مرحلتين، يا اما مرحله الانكار يا اما مرحله التقبل. هل هي في من بعض الاهالي بيبقى في انكار، لا مش داون، لا مش عارفه ايه، بيبتدوا اللي هم ممكن ان هم يعزلوهم في اوضه خاصه بيهم وخلاص، ان الحياه بالنسبه لهم اتقفلت والطفل مش هيخرج ومفيش حد يشوفه كده. في امهات تانية بقى واهالي تانيين خلاص انا خلاص ده هديه جات لي من ربنا، فابتدي ان انا اتقبل الطفل بتاعي خلاص هو تمام. ببتدي بقى ان انا اعلم الام ايه هي متطلبات الطفل ده، ازاي انمي مهاراته، ازاي اشتغل معاه، ازاي اتغلب على نقاط الضعف اللي عنده واطورها. فكل ده بيكون مهم جدا. واعتقد برضه يا دكتور ياسمين انه في البدايه خالص قبل ما اشتغل على الطفل ان لازم اعمل دعم نفسي للام، زي ما احنا قلنا جانب سايكولوجي شويه توعيه ودعم نفسي ازاي انها تشتغل معاه وانها نفسها تتقبل هذا الطفل. تمام. صح كده. طيب دلوقتي الطفل بعد ما كبر والخطوات اللي هي اتخذتها، هل بيكون هذه النوعيه او هذه الفئه قادره انها تروح مدرسه وتتفاعل مع اصدقائها في المدرسه؟ فعلا في بعض منهم عنده سمات كويسه. بصي اول حاجه ان احنا بنبتديها من قياس ذكاء الطفل عشان بنحدد المدرسه، هل هو هيروح مدارس خاصه بيه ولا في ممكن يروح مدارس دمج. فاحنا بنحدد النسبه، طبعا نسبه الذكاء بتاعهم بتكون اقل من الطبيعي شويه، يعني تقريبا بنسبه 70%. طبعا يعني بالنسبه للادلتس بيكون سن 9 سنين. لكن مثلا من خلال الكتب والدراسات والابحاث اللي اتعملت قالت في مثلا في فاريابيلتي شويه في الموضوع ده، اللي هو بدليل اللي انا بشوف ناس داون وعندهم سمات كويسه جدا، في ناس عندهم مواهب رياضيه ما شاء الله عليهم. شفنا في ناس منهم كتير مذيعين، شفنا ناس داون ومعاهم دكتوراه وكده. فهو بالنسبه لهم المدرسه كل ده بيعتمد زي ما قلنا على الام ذات نفسها، هل الام هتكون عارفه متطلبات ابنها، هتكون عارفه مهاراته ليه، محفز قوي لابنها ولا تمام. كل ده بيساعد يعني. الفكره كلها بتيجي من الاهل. الاهل لو متقبلين الطفل وعارفين اللي هو عنده متطلبات وعاوزين يتغلبوا على نقاط الضعف اللي عنده ويقووها، فده تمام، الطفل ممكن يروح مدارس عاديه كمان او ممكن يروح مدارس دنج، بناء على بقى على نسبه الضعف اللي هتكون موجوده عند الطفل. تمام. طيب هو الطفل يعني احنا بنسمع، هو طبعا ربنا قادر يعني كل الحاجات اللي ربنا بيكون عالم بيها، ولكن في كلام بيقال عن متلازمه داون بيبقى لهم عمر معين وبعد كده بيتوفى. لا احنا بنشوف زي ما قلنا في ناس، لا في ناس سنهم كبير جدا. فانا يعني نعمل توعيه للناس المشاهدين والامهات ان الكلام ده مش صحيح، لا وانه مش شرط مش مرتبط بهذه الفئه مرتبط. وانه ايه، لان يعني كل الاعاقات درجات يعني صح. انا مش عندي الاعاقات كلها، يعني مثلا الداون مش درجه واحده، الاعاقات كلها عندي درجات، مستوى بسيط ومتوسط وشديد. تمام. صح كده. وعلى كل درجه بيبقى لها التعامل الخاص بيها. تمام. طيب طبعا متلازمه داون ملهاش علاج. بصي هو العلاج بتاعها بيكون عباره عن تيم متكامل. اللي انا لان زي ما قلنا اللي هو بيكون عنده مشاكل مثلا في الغده الدرقيه، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، عنده يعني هو عنده مشاكل كتير. فبتدي العلاج بتاعه بيكون عباره عن تيم متكامل، في رعايه صحيه، في تغذيه صحيه، في عندي تاهيل حركي، في عندي تنميه مهارات، في عندي التاهيل اللغوي. كل الكلام ده بيكون موجود معايا، بيكون عباره عن تيم متكامل بناء على الضعف اللي موجود عند الطفل. جميل جدا. طيب. طيب بما انه ملهوش علاج او الكلام اللي حضرتك قلتيه، طب احنا ازاي نحسن، طيب نحسن ده، نحسن هذه النوعيه من فئه المتلازمه داون، نحسن طرق العلاج بحيث ان هو يكون اشبه بالطفل العادي. تمام. ازاي؟ هو زي ما قلنا اللي هو فعلا يعني هو خلاص الطفل بقى عندي بقى داون، خلاص دي حاجه بقت له مفر منها وخلاص بقى داون، بس عندي المشاكل اللي هي موجوده عنده، وليكن مشاكل القلب والكلام ده والمشاكل الغده الدرقيه، كل ده انا اقدر اتغلب عليه، لان يعني سبحان الله كل ده بيكون سهل التغلب عليه. تمام. لكن عندي بقى زي مثلا الجانب الاجتماعي، الجانب الحركي والكلام ده، ممكن ان انا انمي مهارات الطفل فيه، وزي ما قلنا برده كل شويه نقول ده بيعتمد على الاهل. تمام. وليكن مثلا عن الجانب الحركي بيكون موجود معايا علاج طبيعي. عن جانب المهارات والكلام ده كل ده بيكون متاح للطفل، والجانب اللغوي والكلام ده. يعني مثلا للاسف الاهالي يعني بيهتموا برده اكتر بالجانب الصحي، وبيهملوا مثلا جانب تنميه المهارات، جانب اللغوي، جانب الحركي والكلام ده. فالمفروض ان الجوانب دي كلها تكون متوازنه برده مع الجانب الصحي.
تمام. يعني ان هي تكون مهتمه بجميع الجوانب على قدر الامكان علشان تحسن من مستوى الطفل الداون، صحيح كده؟ طيب طفل الداون بيكون طبعا في البعض بيسموه او بيطلقوا عليه التخلف العقلي. احنا عايزين نعمل بقى فرق، نفرق بين ده وده. يعني التخلف العقلي بيبقى معروف، بيبقى له نسبه ذكاء معينه. اما الداون عايزاك تعرفي المشاهدين نقدر ان احنا يعني الطفل الداون ملهوش علاقه بالتخلف العقلي، صح كده؟ بصي، هو الفكره كلها اللي هم كانوا بيطلقوا عليه قبل كده اسم المنغول. ايوه تمام. فاحنا يعني المصطلح ده بقى فيه تمييز شويه، فاحنا خلاص اللي احنا لغينا اسم منغولي خلاص، وبقت اسمها متلازمه داون. طبعا زي ما قلنا اللي هو بناء على نسبه ذكاء، ونسبه الذكاء دي بتكون هي احنا قلنا اللي هو بيكون اقل من المعدل الطبيعي اللي هو 70%. بس زي ما قلنا اللي مش كل الاعاقات بتكون نفس يعني الاعاقات فيها فروق فرديه. صح. زي ما قلنا اللي في مثلا طفل داون بيروح مدارس اللي هي خاصه بيه، في طفل داون بيروح مدارس اللي هي فيها الدمج، في طفل داون بيروح مدارس عاديين. حتى الاطفال العاديين زي ما احنا قلنا، بدليل زي ما احنا قلنا اللي في مثلا داون دلوقتي ومعاهم دكتوراه. أيوة فدي صح. حاجه جميله جدا. فلا، فهي فيها درجات، ما نقدرش نقول اللي ده خلاص كده وده لا، هي فيها درجات. وبرده الطفل المنغولي او طفل الداون مختلف عن طفل التوحد. تمام. ده له سمات وده له سمات. لاني وانا بعدلك الحلقه فكان يقول لك في ناس بيخلط عليهم الامر انه اطفال داون هم اطفال التوحد، وفي يقال ان اطفال داون هم اطفال تخلف عقلي. لا لا، فان في فرق بين ده وده. الطفل الداون هو زي ما قلنا اللي هو بيحصل نتيجه خلل في الكروموزومات، الكروموزوم 21 حصل اللي هو حصل لي خلل فيه، فادى بيكون عندي اكسترا كروموزوم، الكروموزوم ده هو اللي ادى عندي لظهور متلازمه داون. يعني مثلا لو جينا نبص زي ما قلت، يعني مثلا وليكن على طفل التوحد، طفل التوحد ملهوش سمات خاصه بيه، هو طفل طبيعي بيكون عنده مثلا الجانب اللفظي، الجانب الاجتماعي بيكون هو مفيش تواصل في هو. بصي، هو الطفل التوحد ده بقول لك عليه اللي هو الحاضر الغائب. ايوه، الحاضر الغائب. هو طفل كل حاجه عنده كويسه، السمع كويس، النظر كويس، الجانب الاجتماعي كل حاجه كويسه، بس هو الحاضر الغائب مش موجوده كده، موجود مش مدرك. على عكس الطفل المتلازم الداون، الطفل المتلازم الداون هو موجود عنده خلل، وليكن هنتكلم بقى على النوع الاكثر شيوعا اللي هو عنده اكسترا كروموزوم، هو خلاص هو حصل له من وهو لسه اثناء انقسام الخليه حصل انقسام خاطئ، فادى عندي للطفل عنده كروموزوم زياده، ده اللي عمل عندي متلازم الداون والصفات الجسميه والجسديه وكل حاجه خاصه بيه. فالتوحد طبعا مختلف عن الداون. يعني هو ممكن لو الطفل متلازمة داون في البداية طفل منطوي شوية ما اطلقش عليه ان هو توحد. لا طبعا لا، فببدأ ان انا انمي معاه تنمية. الطفل الداون ليه سمات خاصة بيه والتوحد ليه سمات خاصة بيه. طيب، هل تنمية المهارات دي علشان الطفل يتحسن بيستغرق وقت قد ايه؟ بصي، كل يعني احنا دايما بنقول كلما كان التشخيص مبكر او كلما كان العلاج مبكر كلما كان اكثر فعاليه. انا مثلا ما اجيش على طفل داون انا اشتغلت معاه من يوم ما اتولد اقارنه مثلا بطفل داون انا اشتغلت معاه وليكن مثلا على 4 أو 5 سنين. طبعا زي ما بنقول بقى التشخيص المبكر والتدخل المبكر والعلاج المبكر ووعي الام والكلام ده كله جداً. بيكون اكثر فعاليه طبعا. لو انا مثلا الطفل عنده مشكله يعالجها هو صغير، هنيجي عن جانب تنميه المهارات، الجانب الحركي، الجانب اللغوي اللي كتير يعني كتير من المامز بيغفلوا عن الجانب ده. او مثلا تلاقي مثلا من الحالات اللي جات لي ايه مثلا جايه لي في سن مثلا 4 أو 5 سنين الام لسه مكتشفه او منتبهه او بدات تتحرك للطفل عنده مشاكل لغويه. ما احنا بنقول بالعكس، الطفل الداون بيكون عنده زي الضعف في عضلات الفم والفك. الضعف في عضلات الفم والفك ده المفروض ان انا ما ابتديش مثلا من سن السنتين الطفل يبتدي يلاقي الطفل مثلا مش بيتكلم، فانا ابتديت ان انا ايه ده في عندي مشكله اللي انا ابتدي اتحرك عليها. لا، الضعف اللي في عضلات الفم والفك ده كمان مش بيأثر بس على الكلام، بيأثر كمان على المضغ وعلى البلع. فمفروض الام من وقت ما تكتشف ان الطفل بتاعها ده وانت بتبتدي تتحرك في الموضوع ده، لان انا خلاص بنعلم الام يا مثلا زي تكنيكز معينه لكيفيه الرضاعه، ازاي زي ما احنا قلنا التانج بتاعه بيكون طالع لبره شويه، فاحنا بنعلم الطفل او بنساعد الطفل ازاي الفم بتاعه يكون مقفول، ازاي اللسان يكون لجوه، وهكذا. فكتير من المامز طبعا بيغفلوا عن الموضوع ده، والموضوع ده مهم جدا. ولما انا بشتغل على الطفل بعمله زي تدريبات، بعمله زي مساج بسيط كده اللي انا ابتدي افعل الطفل معايا وابتدي اللي انا يعني ازود نقاط الضعف اللي عنده اللي موجوده في عضلات الفم والفك دي، بيجي لي بقى لما هو بيجي لي مثلا على عمر السنه او على عمر السنتين من خلال التدريبات اللي انا عملتها له وهو صغير اللي انا بساعده على تحسين الكلام بتاعه. فبالنسبه لي من التدريبات اللي انا عملتها من هو صغير، فخلاص الفم والفك عنده تمام والدنيا تمام، ببتدي ان انا اعلمه على الكلام. فبالنسبه لي لما يجي يتكلم بيكون الكلام واضح ومفهوم جدا، على عكس الطفل اللي لسه هيجي لي بقى هو عنده 4 سنين وما اشتغلش على تقويه عضلات لا فم ولا فك. يعني الموضوع بيكون مختلف شويه. فبالتالي الطفل لما انا ابتدي معاه من عمري مثلا انا بقول يعني من بعد ما يتولد على طول، فبيفرق جدا.
بكل ده بيفرق مع الطفل. طب يعني معلش هو في البداية بيبي وفي سن شهور تمام أو لسه مولود مش هنصبر عليه مثلا فترة؟ لا لا مفروض ما نصبرش. تمام اه مفروض ما نصبرش عليه يعني على طول أول ما يتولد نشتغل معاه. طب نشتغل معاه ازاي هو أصلا لسه بيبي لسه مش فاهم في الدنيا تمام. حاجة؟ احنا قلنا اللي هو بيكون عنده أصلا ضعف في عضلات الفم والفك. اه أنا مش ببتدي معاه طبعا كلام في سن الشهرين أو سن الثلاثة، أنا ببتدي على تقوية عضلات الفم والفك. تقوية عضلات الفم والفك دي هي اللي تساعدني بعد كده على الكلام. صحيح. انا لو عندي مشكله في عضلات الفم والفك طب انا مش هقدر اتكلم. فانا ببتدي معاه من هو صغير على تقويه العضلات دي اللي هي بس مش هتساعدني على الكلام بعد كده، لا ده هي هتساعدني على ازاي الطفل يبلع، ازاي الطفل ياكل الكلام ده كله. ان لو في مشكله في عضلات الفم والفك بالتالي هيكون عنده مشكله في المضغ ويكون عنده مشكله في البلع. فانا لا انا ببتدي معاه من الشهور الاولى او بعد ما يتولد على طول بحيث ان انا اتجنب كل المشاكل دي كلها. لان زي ما قلنا الطفل جالي من 4 أو 5 سنين مثلا او سنتين او 3 أو 2 سنين في اكثر، لما اجي اشتغل معاه لسه هشتغل من الاول على تقويه عضلات الفم والفك، فبالتالي هياخد معايا وقت. لو بنقارن مثلا بين طفل شغاله معايا من مثلا من بعد ما اتولد على طول وطفل تاني شغاله معايا من هو عنده 2 أو 3، لا في فرق شاسع بين الاثنين. لذلك بنقول التدخل المبكر او الام لما تلحق ابنها وتكون عارفه متطلباته وتمامه ده بيفرق جدا 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 يعني جدا بنسبه كبيره مع الطفل. طيب هو مين بقى بيشتغل معي في بدايه عمر الطفل؟ هل اخصائي تمام صحه نفسيه ولا طيب احنا اتكلمنا اللي هو بيكون زي ما احنا اتكلمنا قبل كده اللي هو بيكون عنده مشاكل صحيه زي ما قلنا اللي هو عنده نقص في افراز الهرمون الغده الدرقيه في ادويه بتتاخد لكده تمام. بيكون عنده مشاكل في قلبه ده زي ما قلنا بيكون وارد بنسبه كبيره جدا جدا يعني بنسبه تقريبا 20-30%. فده بيخليني اتعامل معاه من اول زي ما قلنا من اول ما يتولد اللي هو بيعمل ايكو على القلب بيتاكد يعني القلب ايه المشاكل اللي فيه، هيكون فيه ثقب في القلب هيحتاج لجراحه هيحتاج لادويه وهكذا. زي ما قلنا اللي هو بيكون المناعه بتاعته بتكون قليله شويه فده بيكون معرض عنده اللي هو بيكون عنده التهابات. طبعا ممكن يكون عنده مشاكل في الاذن وبيكون فيه التهابات وسوائل خلف الطبله وكده، فطبعا التهابات الاذن اصلا هتاثر لي على الكلام فانا بشوف الكلام ده من الاول. عنده مشاكل في الجهاز الهضمي فانا ببتدي اعالج الموضوع ده كله كل حاجه على حسب التخصص بتاعها. ممكن بيكون عندهم يعني بيكون عندهم ارتخاء شويه، ممكن يكون عنده ارتخاء شويه في العضلات بضطر ان انا اروح لدكتور علاج طبيعي. تنميه مهارات تنميه ادراك معرفه اجتماع والكلام ده كله ده انا بدرب الطفل عليه. يعني ده بيكون دايره عباره عن فريق عمل متكامل. تيم متكامل بيساعدوا بعض وبيكملوا بعض. مفيش يعني لو حصل دروب عند حد الدنيا بتبوظ. لا كل حاجه يعني الميزه في متلازمه الدواء اللي هو بيكتشف في سن مبكر والميزه فيه لكل حاجه ان شاء الله ليها علاج. وان كل اخصائي قادر قايم بدوره ووظيفته. تمام. طيب الجلسات اللي بتتم الاطفال الدون الجلسه هل بتختلف مدتها من سن لسن؟ يعني لو طفل دون لسه بيبي بتختلف الجلسه معاه مده الجلسه معاه عن طفل كبير ولا ايه بالظبط؟ بصي انا يعني لو هتكلم في الموضوع ده انا بشوفه على حسب حاله الطفل اللي قدامي. يعني انا مثلا ممكن اشتغل مع طفل نص ساعه او ربع ساعه، طفل ممكن اشتغل معاه 40 دقيقه او ساعه على حسب استيعاب الطفل اللي قدامي. انا ما بستناش للطفل يكون خلاص بقى اللي هو زهق ويرمي وعاوز يقوم، لا انا بشتغل خلاص انا عارفه للطفل قادر يستوعب ده بحيث لما يجي لي المره اللي بعديها ما يبقاش متضايق اللي فيه في ضغط عليه من الموضوع ده او هو مش حابب الموضوع ده عشان بيقعد وقت طويل والكلام ده بيأثر عليه. لا انا بشتغل مع الطفل حسب استيعاب الطفل معايا، وليكن الطفل هيستقبل معايا 10 دقايق هشتغل معاه 10 دقايق بس، هيستقبل معايا ربع ساعه هشتغل الربع ساعه، هيستوعب معايا ساعه كامله هشتغل معاه الساعه كامله. تمام. طيب هل الاطفال الدون احنا اتكلمنا عن الجلسات واتكلمنا عن الاعراض تمام واتكلمنا الجلسه بتبقى على حسب الطفل تمام على حسب قدره الطفل قدره واستيعاب الطفل. طيب هل الطفل الدون بيكون بتتيح الفرصه تدخل الام بتكون متواجده اثناء الجلسه ولا لا؟ ده عادي جدا ده ما فيهوش مشكله خالص، ممكن تكون موجوده وممكن لا، ده عادي بالنسبه لي ما فيش فيه مشكله خالص. يعني انا عندي في المركز مثلا في بعض الاهالي بيحب اللي هي تدخل معايا الجلسه مثلا لو الطفل بس يعني في اطفال بيكون مثلا لما بيشوف الام بيكون في دلع شويه في الموضوع ده في مامي قاعده معايا وكده، ففي الحاله دي لا انا بفضل الام ما تدخلش معايا لان عشان نلتزم بوقت الجلسه ويكون نطلع منها بحاجه كويسه. في اطفال عادي بتحب الام تدخل معايا تشوف انا بعمل ايه للطفل بحيث اللي هي لما بتروح البيت بالنسبه لي بتبقى عاوزه اللي هي تدرب الطفل على اللي هو عمله. ما هو مش معقول مثلا الطفل مثلا هيجي لي كل يوم او يجي لي مثلا 3 أو 4 مرات في الاسبوع، طيب هيجي لي مثلا في يعني مثلا ماكسيمم ساعه مثلا، طب بعد كده هيكون في ايه؟ فانا ممكن الام فعلا تدخل معايا الجلسه عشان تشوف انا بعمل ايه عشان تكرره الطفل في البيت. لان النجاح اي حاجه بتعتمد على الاخصائي وبتعتمد على الام في نفس الوقت. صحيح. مش على جانب واحد بس، البيت بيكون ليه دور كبير جدا لان زي ما قلت الطفل بيكون قاعد معايا ساعه وقاعد مع الام بقيه اليوم كله. صح.
صحيح جدا. طيب في امهات يعني مثلا بيقال يعني مثلا نفترض ان ام ما وافقتش انها تخرج من بره الجلسه، عادي؟ لا عادي، مفيش مشكله. مش ده بيأثر على انتباه الطفل؟ ما احنا قلنا بقى على حسب الطفل، هل الطفل معايا اللي هو في وجود مامي هيكون بقى الماما قاعده الدلع بقى ده كل ده انا بتاثر معايا في الجلسه، مش هو يعني انا بشتغل جلسات بصراحه بشتغل لوحدي، ما باخدش الام معايا، لان طبعا الاطفال الصغيرين كلهم اصلا بتكونوا متعلقين بالاهل اكتر. فانا بشتغل في الجلسه، بشتغل الطفل بيكون معايا، بنعمل التدريبات بتاعتنا، تنميه كل حاجه موجوده عنده على حسب اللي موجود عند الطفل ايه. وانا بيكون الام متابعه معايا، لازم تكون متابعه معايا في البيت، بحيث اللي انا عملته الام لو هي ما اشتغلتش معايا طبعا نسبه النجاح بتكون مش كبيره قوي، لان المفروض الام تكون متابعه، الام والاخصائي يكون هما الاثنين متوازيين مع بعض. طيب نجاح الاخصائي، عشان احكم على الاخصائي ان هو شاطر وانه فعلا بيجيب نتيجه، او هو نفسه علشان يحكم على الشغل بتاعه ويحكم على النتيجه بتاعته هيجيب شغله هيجيب نتيجه ولا لا، بعد مده قد ايه؟ بصي هو انا ما اقدرش احدد مده، لان ده على حسب، احنا قلنا كل طفل بيكون فيه فروق فرديه بين بس الاطفال. بس يعني مثلا فرنج كام؟ يعني مثلا احنا لو هنتكلم على مستوى عام للاعاقات، الاخصائي الشاطر، او يعني في امهات بيحصل انه تقول لك انا ما وصلتش لنتيجه مع ابني، سواء بقى اعاقه داون، متلازمه داون، او اعاقه توحد، او فيقول لك انا ما وصلتش لنتيجه مع ابني، اعرف ازاي؟ علشان برضو ممكن انها تتسرع وتغير الاخصائي، وبيبقى كل ده على الطفل نفسه. غلط. بصي انا فعلا ممكن لما الاهلي بيجوا لي مثلا اول جلسه وكده يقول لي طب انا ابني بعد قد ايه هيكون كويس، بصرف النظر مش على اعاقه داون بس، بصرف النظر على اي حاجه تانية، تقول لي انا ابني بعد قد ايه، في الحاله دي انا ما بقدرش اقول لها، لان انا مش عارفه قدرات الطفل اللي قدامي هتبقى فتره قد ايه، فانا لا ما بقدرش احدد الطفل هياخد معايا قد ايه في الحاجه اللي انا محتاجه ان انا انميه فيها. ما اقدرش، ده على حسب قدرات الطفل. وزي ما قلنا في مثلا وليكن مثلا هتكلم مثلا على نمو اللغه عنده او تحسين نطق الكلام، في طفل ممكن ياخد معايا شهرين، في طفل ممكن ياخد معايا 3، في طفل ممكن ياخد عندي 6 او 7 شهور. فده بتبقى فروق فرديه بين طفل وطفل، ما اقدرش اللي انا احددها من اول جلسه. تمام. طيب مشاهدينا نطلع فاصل دلوقتي ونرجع نكمل حلقتنا، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، ونستكمل لقائنا مع دكتور ياسمين عبد الله. اهلا بيكي، بجدد لقائي وترحيبي بيكي. ربنا يخليكي. كنا عايزين نتكلم عن طفل الداون، نموه بيكون نمو طبيعي زي الطفل الطبيعي ولا بيكون نمو مختلف شويه؟ طيب خلينا نتكلم اللي هو النمو هيكون مختلف شويه. هيكون عنده تاخر في النمو وهيكون عنده تاخر ذهني، هو بصي هو هينمو، هينمو، هيمشي، هيمشي، هيقعد، هيقعد، وهكذا، بس هيكون متاخر شويه عن الطفل العادي. طيب ممكن ان احنا نقول يعني احنا النهارده مفتاحنا مفتاح الرحمه، ففي كل حلقه من حلقات مفاتيح السعاده بنختار مفتاح يوصلنا للسعاده. فالنهارده مفتاح الرحمه، فبما ان مفتاحنا النهارده عن الرحمه، تحب تقولي ايه ارشادات ونصايح لامهات متلازمه الداون؟ طيب زي ما قلنا طبعا احنا بنتكلم على فئه اسمها متلازمه الحب، هم بالنسبه لي متلازمه الداون فيهم بهجه، فيهم سعاده، ناس اجتماعيين جدا، بيحبوا اللي حواليهم، بيحبوا الترحيب بكل الناس. فاحنا بنتكلم عن فئه يعني فئه من احسن او من يعني من اكتر الفئات اللي عندي مهمه في المجتمع، من احسن الفئات اللي هي موجوده معايا. طبعا نسبه انتشار متلازمه الداون يعني انتشارها بنسبه كبيره جدا، يعني مثلا لو في الاحصائيات اللي موجوده عندي، لما وليكن مثلا عندي في حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه، انا عندي بيتولد 2.5 مليون طفل كل سنه، بيكون عندي من كل 800 طفل بيكون عنده طفل داون. فلو جينا نبص على الاحصائيه بيكون عندي تقريبا بنسبه 3000 طفل كل سنه مولود داون. فالفئه دي فعلا بتستاهل مني او بتستحق اهتمام كبير جدا. فزي ما قلنا الميزه في متلازمه داون اللي هم بيسهل اكتشافهم في سن مبكر، فده بيتيح ليا طبعا فرصه التدخل المبكر وفرصه العلاج المبكر، اللي انا استطيع من خلاله ان انا انمي مهارات الطفل، انمي قدراته، اتغلب اكتر على نقاط الضعف لما تكون الضعف لما تكون موجوده عند الطفل. في حاجات كتير نقدر نعملها مع الطفل، فبصراحه التدخل المبكر بيكون ليه دور كبير جدا جدا جدا. وطبعا كل حاجه كل حاجه موجوده ليها علاج، مفيش حاجه ملهاش علاج، اهم حاجه بس اللي هو التدخل المبكر والعلاج المبكر هيكون ليه دور كبير جدا. جميل جدا. طيب يعني نختم بسؤال كده، ازاي الام تعرف انه المركز اللي هي داخله فيه ان هو مركز متميز ومركز كويس جدا هيأدي بنتيجه للطفل مع ابنها، بنتيجه كويسه مع ابنها؟ طيب ده بيكون احكم عليه ازاي؟
طبعا انا الطفل اول ما يجي لي المفروض اللي انا بعمل له اختبار ذكاء، بشوف نسبه الذكاء بتاعه، لو اتكلم عن طفل مثلا داون مثلا بشوف نسبه الذكاء بتاعه، بشوف اللي انا هشتغل مع الطفل ايه عنده، ايه النقط اللي فيها ضعف، ابتدي اقوي له، يكون مثلا هشتغل على الجانب الادراكي، الجانب المعرفي، جانب تنميه المهارات الحركيه، في كذا جانب ممكن اتعامل معاه مع الطفل. فبالتالي انا الطفل اول ما بيجي لي خلاص بنعرف الهيستوري بتاعه الطفل، هل حصل عنده ايه، ايه هي الحاجات اللي موجوده عنده، عن طريقها خلاص انا الطفل ببتدي اعمل له الاختبارات المناسبه ليه بناء على الحاله اللي هو جاي لي فيها، وبشتغل مع الطفل. جميل جدا. تحب تختمي ايه بقى في فقرتك لامهات الداون واطفال الداون كمان؟ هم يعني فئه تستاهل مننا كل الاهتمام، تستاهل مننا كل الحب، تستاهل اللي احنا نهتم بيهم، نشوف متطلباتهم ايه اكتر نهتم بيها، نشوف في نقاط الضعف اللي عندهم ونقويها. لذلك يعني طبعا زي ما قلنا منظمه الصحه العالميه عملت يوم احتفال بيه ليهم اللي هو يوم 21/3 قريب جدا، فدي حاجه جميله جدا جدا اللي احنا بنلقي نظره عليهم، بنشوف اللي معانا فئات في المجتمع تستاهل مننا الدعم، تستاهل مننا الاهتمام، بنشوف اللي هم عندهم متطلبات نقدر نعملها لهم، بنعرف الناس التانيين بيها، لان في طبعا عاوزين احنا في المجتمع بتاعنا عاوزين نتقبل فكره الاختلاف، لان زي ما قلنا الطفل ممكن يروح مدارس عاديه، ففي اطفال ما بيبقوش عارفين يعني ايه طفل داون بالنسبه لي معايا، فما بيبقوش عارفين فكره الاختلاف ما بينهم. فاحنا بالتالي احنا عملنا اليوم اللي هو اليوم العالمي ده للاحتفال بمتلازمه داون، اليوم ده بيخلوهم معروفين اكتر للناس يعني، فده حاجه كويسه جدا عشان نعرف ايه متطلباتهم وايه اهتماماتهم، وهم فئه موجوده معانا وتستاهل مننا زي ما قلنا كل الاهتمام وكل الحب، وهم مسلوم متلازمه الحب اصلا، هم فعلا. بالنسبه لنا هم يعني فيهم بهجه، فيهم سعود، فيهم سعاده بيدخلوها جوانا وكده. ومن مفاتيح السعاده النهارده بنقول لكل اطفال داون كل عام وانتم بخير، ودايما موجودين، ودايما محققين امنياتكم وكل نفسكم فيه يا رب. انا بشكرك جدا دكتوره ياسمين، امتعتينا النهارده بالحديث عن متلازمه داون. الحديث عن متلازمه داون يعني الكلام عندنا مش يعني مش هنملي فينا، بالنسبه لي جاي عنده تشوق للموضوع ده، اللي انا هتكلم عن متلازمه داون اللي هم متلازمه الحب اللي هم بقوا شاغلين بيها الاهتمام ناس كبير جدا، فالموضوع كان مشوق بصراحه، ومبسوطه ان انا فعلا استفدت منك جدا، وملف جديد وافتتحناه في البرنامج لاول مره، ويا رب تكون المشاهدين استفدتوا منه كويس. ان شاء الله يعني هنطلع فاصل وهنرجع نستقبل ضيوفنا مع فقره الشاعر استاذ فرحات بدوي، واحنا هنتكلم عن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم. هو كان المفروض اولاده هيكونوا متواجدين معانا، ولكن لظروف طارئه فهم مش هيكونوا موجودين، هيكون متواجد معانا الشاعر فرحات بدوي. هنلتقي بيه بعد الفاصل، ابقوا معنا.